الحزب الكردي الذي يطالب بتقسيم سوريا انا بريء منه على الهواء. هلا بيجي واحد سوري شو بيقول؟ اخي يعني انت عم تطالب بتقسيم سوريا؟ نعم عم طالب بتقسيم سوريا، بده ينفصل وحقه ينفصل لانه في وطن اسمه كردستان. نعم عم طالب بتقسيم سوريا، بده ينفصل وحقه ينفصل لانه في وطن اسمه كردستان. اتقسم باتفاقية ساركس وبيكو. نحن لسنا دعاة تقسيم ولسنا دعاة انفصال ولا لسنا دعاة تمثيل. شايف انه بالمستقبل رح يكون في دولة اسمها كردستان، رح الشعب الكردي رح ياخذ حقه، رح تكون البداية من كردستان العراق ان شاء الله. انا زلمة سوري وبغار على سوريا اكثر ما بيغاروا عليها كثير مش ما يسموه شركاء الوطن العربي اللي عم يطلبوا للتركي والاجنبي هي حق الكرد بيروح اباء استفتاء. هذا من حق الشعب الكردي إذا حبوا يعملوا استفتاء وتقسيم أو انفصال أو يتوحدوا مع كردستان العراق، بحق الشعوب تغيير مصيرها يا أخي. لأن الوطنية أنه لا وطن لن نسمح بالتقسيم ولن نسمح بكسب وبوجه أو عن ترياب على الفاضي. سمعت نفس الأروشي هي أخي من العراق، نفس الأروشي وزع بلدها. سيحصل التقسيم، سيحصل الاستقلال، تكونوا أنتم جريتوا على نفس كل هي مو أرض أبوكم، أرض للأكراد هي من إخوان العرب. سووا شيء اسمه مذهبية، سووا شيء اسمه الموسمي معناته انتقام. تحية لبشار الأسد اللي عرف يخوزق هؤلاء المعارضين على مدى سنوات، اللي عرف يفوت الخازوق بمؤخرات هؤلاء المعارضين. لما بدي أشكر الفاجرين ومسخين والدي الشرف دفع على عمل المحللين السابقين. تحية لبشار الأسد اللي عرف يخوزق هؤلاء المعارضين على مدى سنوات، اللي عرف يفوت الخازوق بمؤخرات هؤلاء المعارضين. تحية لبشار الأسد اللي عرف يخوزق هؤلاء المعارضين على مدى سنوات. قديش كن انتو جماعة قذرين وبتستاهلوا اللي عم يصير فيكن؟ هاتوا نشوف قديش كن قذرين وبتستاهلوا اللي عم يصير فيكن واكتر. يعني انتو مو بشار الاسد بيطلع من خرجكن، بدكن 10 متر نمرة بشار الاسد قليل عليكن. ما بتستاهلوا الحرية انتو، ما بتستاهلوا الكرامة، ما بتستاهلوا الديمقراطية. انتو مو بشار الاسد بيطلع من خرجكم، بدكن 10 متر نمرة بشار الاسد قليل عليكم. ما بتستاهلوا الحرية انتو، ما بتستاهلوا الكرامة، ما بتستاهلوا الديمقراطية. لانه لو سقط النظام بشكل دراماتيكي كنا شفنا ملامح اكثر من اللي شفناها بالماضي. كان في ضرورة لبقاء شيء من جزء من هذا النظام، لانه المعارضة كانت كثير مضطرفة وكثير. لانه لو سقط النظام بشكل دراماتيكي كنا شفنا ملامح أكثر من اللي شفناها بالماضي. كان في ضرورة لبقاء شيء من جزء من هذا النظام، لأن المعارضة كانت كثير مضطرفة. الحمد لله كانت مهما سقط النظام السوري. احمدوا ربكم يا أخوان ما سقط النظام، لأنه لو ما قدم سقط النظام الناس بياخذوها بيقطعوا لي الكلمة. شو سمير عم يقول الحمد لله ما سقط النظام وبيتاجروا فيها، لأنه لو سقط النظام 2011 و12 ما كنا شفنا كل الزباين والله ورجانا عدونا من حبيبنا، ما كنا شفنا كل العورات القبيحة. كان هدول يجوا سلموا السلطة وحكمونا والله ما عاد إيمان غير أم قوة جاي لها. فالله ألوه بحكمة سبحانه. ردوا كتروا حبيبي. ما العالم ما بيحترم غير القوي، العالم ما بيحترم المنطوبجي. ردوا كتروا انا عملكم، لانه اذا ما خربت ما بتعمل. وشريط الخصام خسروا هيدا حو قوة شغلوا لي هيدا قوة هي المربعة عرفتوا هي اللي ما بتخلي هيدا حو ضربوكم ضرب سمير بديني سمير بديني. لك هي أسوأ أنواع المسخرة، مسخرة على أنف إنسان أو حواجبه أو أسره أو أرضه أو صلعته أو كنيته أو اسمه. لك أفلس هو دول أفلس وما عندهم شيء، لك أفلس وما عندهم شيء. خلص خلصي ورد الحلقة التالية مع هذا القصة على الفاس شو كان اسمه باقي عم بطلع ورد الحلقة التالية مع هذا القصة القصة على الفاس. نحن ما نبيع شعارات يا اخوان. اسقاط النظام هي شعارات الطوباويه تبع منطوبجيه اللي عاملين حالهم ثوراجيه. اسقاط النظام هي شعارات الطوباويه تبع منطوبجيه اللي عاملين حالهم ثوراجيه.
الولايات شرق الفرات، لما الضربة جت غرب الفرات مناطق المعارضة أو مناطق التركية ما نكون حاسين بشيء؟ يا أهل الله ما نكون حاسين برسالة السماء؟ شلون شرق الفرات ما تأثر بغرب الفرات تأثر مناطق النظام يا الله؟ وتركيا المناطق هي كلها يعني شو معناتها؟ الله أعلم والله ما بعرف ما بعرف. يا أهل الشام الكرام تذكروا قول الله تعالى: لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السجدة، عذاب الصغير دون العذاب الأكبر، بكي برجعوا بالعود وصوابهم. درس من الله فرق الأدنى. لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.